بنات، السلام عليكم. كي دايرين؟ اخباركم؟ كنتمنى يا ربي تكونوا في احسن احوالكم. وانتم كتشوفوا هاد الروينه ديالي اليوم، ان شاء الله بغيت ندير لكم واحد الفيديو عفوي الا قبلتوا عليا. بطبيعه الحال بغيت نشارك معكم الكواليس ديال الفصاله والروينه. هانتوما دابا يلاه ساليت ولقيتوني غادي نخرج، وبغيت نشارك معكم هكا غير نهير من نهاراتي ديال الخياطه اللي كتاخذ ليا الجهد ديالي بزاف والوقت ديالي بزاف والله العظيم. وشوفوا ولدي ما بغاش يهبط، بغى يجلس حدايا. هانتوما شوفوا لي على روين. انا ما كنبغيش البنات، ما كنرضاش ما كنبغيش نصور لكم اي حاجه، سمحوا لي. شوفوا على روينه، شوفوا التوابات. هانتوما هادو راه تقريبا موسلين، اما جليلبه تقريبا راني دفعتهم. يا ربي جبتي سير، بقاو شي حاجه قليله هنايا. هاد الكحل هذا وهذا، المهم بقات شي 5 ديال التويبات اللي بقاو، الباقي كله هنايا راه موسلين. باش ندير لكم هكا دو بياس ان شاء الله جوهره. هانتوما راني كنفصل ونسورجي ونحط تيح الله ديك الساعه وندفع ان شاء الله. يا ربي تجيب التيسير. هانتوما هاد اللوين هذا غندير دو بياس الى بغى الله سبحانه وتعالى. شوفوا على روينه، شوفوا الدار كي دايره، عرفتوا مقلوبه. شوفوا هانتوما، شوفوا على روينه، راه هكا كنضل البنات بيت المقوصه والخيوط والتواب والحمد لله. هانتوما هذه يلا كملات، هذه المولات انا غادي نديها دابا شويه للمصبانه. هذه كملات وهذه حتى هي ان شاء الله راه دايره دو بياس. شوفوا كي دايره، ان شاء الله تشوفوها كامله مكموله، ان شاء الله تشوفوني كاع لابساها باذن الله. هانتوما قفطين ديال واحد السيده راه باقي ليه غير راندا، ها هو راه كمل. يا ربي جبتي صرفتوا البنات، هادو راه دافعينهم ليا من شحال هادي وما قديتش. فاش كنت دوك الايام ما تنقدرش نهز المقص، ولكن الحمد لله راه رجعات باذن الله سبحانه وتعالى، رجعت على قبل وليداتي البنات. هاد القفيطين هذا راه باقي ما كملش، انا عاد غادي نطرزو بالسم ان شاء الله. يا راحيت انا كنطرز البنات، كنقص عليا هكا. شوفوا الروينه ديال الشيلان، ما تنساونيش البنات عافاكم في الشيلان. هذا راه حتى هو ديال مولاتو، تخيلوا معايا دفعها ليا من العام اللي فات. ايوا على حسب الظروف ديالي قالت لي وقت ما كتاب الناس اللي وصاوني على الشيلان بيضين، ها هما راهم وصلوا. مرحبا بكم البنات، دايره لكم ثمن زوين زوين بزاف. راه صورت لكم لا فيديو البارح. شوفوا على شيلان فنين، غير كنعاود هكا نفكركم. شوفوا هادو غندير لكم واحد القنيطرات خفاف خفاف بزاف، الثمن زوين. وغنخدم لكم كريب كوريا الاولى البنات، ما كنقدرش نخدم باي توب. شوفوا لي الشيلان غزالين، هذا فيه الغوز هكا والقهيوي جا رائع. هذا ديال مولاتو. هانتوما شوفوا ولدي الكبير مشى للمدرسه، ايوا الحمد لله على كل حال. شوفوا على روينه والله العظيم الا ماش الحمد لله، ما كاينش الوسخ هذا هو المهم، ولكن حتى شي حاجه في بلاصه ما في بلاصتها. هاد المرايه هادي ما علقتهاش، درتها غير هنايا مغطيه ليا هاد البلاكار. عرفتوا واحد الدار عندي مرونه كل شيء مخربق، ولكن اللهم لك الحمد على كل حال. هذاك الشيء علاش كنخدم على وليداتي، باش ان شاء الله الرحمن الرحيم يعيشوا في بلاصه ما احسن. وان شاء الله غنهضر لكم على الطبله ديال الفصاله، غنوريكم شحال من حاجه والله الا غير دابا مع الروينه وصافي. وخليكم مع لا فيديو. هانتوما البنات، انا هزيت جليبات اللي غادي ندفع ان شاء الله جوج جليبات. ايوا جيت لهنايا باش ناخذ طاكسي، هنايا راه مهديه، انا ساكنه لهاد الجهه في القصبه، الناس اللي عارفين. هانتوما هذا قصر مولاي اسماعيل، هذا القصر ديال ولدي البنات. هادي ما تيدوز من هنايا كيقول لي ماما هو القصر ديالي. ايوا الله يحفظ لكم وليداتكم يا ربي، ويحفظ ليا وليداتي. ها انتوما دابا غنتسنى طاكسي ان شاء الله باش نطلع للخبازه. شوفوا البنات شحال ديال التماره كنضربوا على جليبه اولا على جوج جليبات. راه بشي تشوفوا الجلابه وتقولوا لا راها غير ملاقيه لكم البنات. شحال من وحده دابا انا جليبات ديال الكورميطه كنحسبهم ب 450 500 درهم، المهم هكا خفاف. علاش البنات؟ شوفوا شحال ديال التماره، كنخلصوا الطاكسي الي وروتور. دابا انا راه عندي جوج طاكسيات غادي نمشي فيهم، غنمشي حتى للخبازه ونرجع عاوتاني لدمشق، وعاوتاني من دمشق غنرجع. يعني ثلاثه ديال الطاكسيات باش نمشي وباش نرجع، فهمتوني؟ راه مصاريف، راه ماشي ساهل. الوقت ديالنا، الصحه ديالنا كتمشي، راه ماشي ساهل باش كطلع بياسه، والله ما ساهل. شوفوا شحال ديال الوقت. وعاد ديت وليدي عند مامتي الله يحفظها ليا، الله يطول عمرها يا ربي، الله يحفظ لكم والديكم يا ربي. وهذا الشيء اللي كاين، خليكم معايا لا فيديو. هاي حاولت اليوم باش نقربكم من الصوره، راه ماشي بياسه كنخسروا عليها غير الثوب، لا
راه كنخسروا عليها بزاف ديال الحاجات باش انت كتلبسيها في الاخير. ناخذوا من وقتنا من صحتنا، كنهملوا راسنا، كنهملوا شحال من مره وليداتنا باش نجيبوا لهم هاد اللقمه هادي. فهمتوني يا البنات، راه قاصحه ماشي سهله باش تطلع جلابه وحده، فما بالك جلابات. ودعيو معايا بالتيسير يا ريت، انا مستعده نضرب تماره، ما عنديش المشكل والله تكون الخدمه. ما ترددوش البنات، الله يسهل عليكم. رجعوا تبارك الله الفيديوهات ديالي وشوفوا الخدمه وتعاونوا مع اختكم، راه ماشي سهل هاد الظروف اللي انا فيها. ما بغيت والو، بغيت نخدم على راسي. ودفعوا لي لي كوموند الله يسهل عليكم. وخا غير جليبات خفاف ب 150 500 درهم، راه غاديك 100 درهم اللي كنصورها فيها خير. الطاكسي جاي. وصافي هنايا شديت الطاكسي، مشيت للخبازه، تلاقيت مع السيده، خديت من عندها البياسه ديال الرادا اللي كملاتها ورجعتها. دابا غندوزها لا كملاتها في بالطرز، وغنمشي دابا عند السيده باش ندفعها للراندا ان شاء الله. كاينه في الدوحه، شوفوا شحال ديال شحال من طاكسي البنات. غادي نشد الناس اللي في قنيطره، راه عارفين يعني باش تمشي من الخبازه للدوحه راه ماشي ساهل، خصك جوج طاكسيات اخرين. ها نتوما البنات باش تعرفوا راه المصاريف. وتخيلوا معايا انا دابا نكون مزيره ونكون هادشي كامل ما غاديش نقضيه. والله يحفظكم كاملين. تنقول ان شاء الله غادي ناخذ بيكالا ان شاء الله باش هكا نديباني نبقى نمشي ونجي، لان المصاريف والطاكسيات راه بزاف البنات. راه كتدي ليا المصاريف ديال فهمتوا ديال تعمري بها الثلاجه وليدات كياكلوا من الاحسن. وهادشي اللي كاين ان شاء الله الرحمن الرحيم، يا ربي تيسر وناخذ شي بيكالا هكا نبقى نتحرك بها. والله يحفظكم كاملين، الله يحفظ لكم وليداتكم. صافي هنايا راه كنت غاده للدوحه، خديت من عند السيده، عطيت للسيده جلابه باش تبداها ان شاء الله في الراندا. وصافي هنايا راني غاده للمدرسه ديال الدوحه باش نجيب ولدي. هنا راه خفت ما بغيتش نصور. ها انتوما صافي هنايا عرفتو، غدا كنجري كنتسابق مع الوقت باش نتلقى لولدي. هكا كان غادي يخرج مع 6 مع 6 ونص 6 بحال هكا، المهم كيخرجوهم افواج. والله يحفظكم يا ربي، الله يحفظ لكم وليداتكم. ولدي الكبير دابا راه كيقرا في الثالث. ها نتوما شوفوا هاد البلاصه هادي، راه الدوحه، راه الناس ديال قنيطره غادي يعرفوها. عرفتوا واحد الجبده ديال الطريق ضربتها ما بين الحوان الثانيين، وتا المدرسه ديال الدوحه راه بعيده. وعاد عاوتاني غنطلع انا لداري نحط جهاد، وعاد غنطلع ها نتوما كنوريكم السويك ديالي، عاد غنطلع عاوتاني لداري ونطلع عند ماما باش نجيب ولدي. عرفتوا شحال ديال تماره مازال غادي نضرب. ها نتوما راني جايه هنايا للدار انا وولدي، قلت ليه سير دغيا سبقني ان شاء الله للدار باش يبقى فيها، عاد نمشي نجيب بكر الصغير. بالنسبه لاسماعيل جالس مع الوالده، على قبلهم كانت قاتله البنات في الدنيا هذه. وهادشي اللي كاين الله يسر لي انا نكمل هذه الرساله هذه اللي كلفني بها الله. البنات بغيت نوريكم واحد الشيران فنين فنين، ما صورتهمش في الفيديو اللي فات. ها نتوما رائعين ومطلوبين دابا، هذه هي الوقيته ديالهم ان شاء الله. وديغرادي بليزيستراس، شي حاجه غزاله، شي حاجه فنه وما دايرهاش البنات. انا شفت الديغرادي ولكن راه ماشي بليزيستراس بحال هكا. ها نتوما شوفوا الياس اللي راه كي دايره، غزاله وكبار البنات، كبار كبار فنين. شوفوا شوفوا هذا غزال ما شاء الله، شوفوا كي داير قهيوي فن. وهنايا انا نقلب الكاميرا البنات ونوريكم. شوفوا ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله البنات، شوفوا رائع غزال، شي حاجه فنه كتحمق. عندي فيه غير ثلاثه ديال اللوال حاليا، راكم عارفين ما نقدرش نجيبها كسلعه كثيره، ونوريكم ان شاء الله اللويل الاخر. وشوفوا لي هذا ما شاء الله، ما شاء الله رائع. شوفوا شوفوا كاش تبان، لا ماركاش تبان، غزاله غزاله. هانتوما البنات الا بغيتوا ان شاء الله نجيب لكم هاد الشيلان هادو، كتبوهم لي الله يسهل عليكم وتقداو من عندي. راه ما كنقدرش البنات تبقى عندي السلعه محطوطه. اي والله هم لك الحمد على كل حال. شوفوا لي مرحبا بكم فنين ديغرادي بليزيستراس البنات. شوفوا لي شوفوا لي ما شاء الله البنات، لا ماتيغ واعره واعره على حسابي فنه. هذا البيض مع الكري شي حاجه غزاله، شي حاجه رائعه. الشيلان طاحوا لي في الارض. ها انتم فنين فنين، مرحبا بكم الطلبات ديالكم. هذه واحد جوهره ديال الله
كملات في الطرز ان شاء الله، ماشي في الطرز، كملات في الخديمه. انا عاد غادي نطرز هاي ان شاء الله، كنحاول ما امكن ندير بيدي نخدم بيدي هكا باش نقص عليا. راكم عارفين شنو كاين، والله يفرحكم. شوفوا لوين اخر، شوفوا لي هاد الديكرادي، هاد ما دايرش البنات نهائيا. شوفوا ما غاديش تلقاوه هانتوما الكشخه، شوفوا 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 ما شاء الله. هذا الغوص غادي الكري فن رائع، كيحمق. شوفوا لي ليزيستراس كيفاش دايرين، كيحمقوا تبارك الله، راهم كبار. انا غنسرحهم لكم تشوفوا. البنات شوفوا لي الشرم قداش، شوفوا لي ما شاء الله، شوفوا لي بعد العرض ديالهم راه مترو. شوفوا شوفوا كيحمقوا بالنسبه للطول، تبارك الله ما شاء الله، راهم جوج مترو البنات. شوفوا 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 شحال كبير، شوفوا قداش هانتوما، شوفوا شوفوا غزال. مرحبا بكم اللي بغاتهم، مرحبا بكم. كاين فيه لوينات البنات، راه فيهم لوينات ان شاء الله. مرحبا بكم اللي عجبو يتواصل معايا، تعاونوا مع اختكم، تعاونوا مع اختكم، الله يفرحكم يا ربي. شوفوا لي عاوتاني هذا رائع هانتوما، كاين ديال النمر بحال هذا اللي دايره انا. شوفوا شوفوا ما شاء الله، شوفوا غزال 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 رائع. شوفوا هذا فيه 75 سنتيم هانتوما، شوفوا كبار عرفتي الديره ضراتني هانتوما ما شاء الله. كاين هادو، هادو غزالين البنات هانتوما. شوفوا شوفوا لي ليزيستراس، شي حاجه رائعه. هذا الغوز بيبي فنين، هادو كنت وريتهم لكم في الفيديو السابق، هذا اللي ما وريتوش لكم فيه بحال هكا. شوفوا هاد اللوينات جايين كيحمقوا فنين فنين فنين. شوفوا لي الشال كيفاش داير، سمحوا لي على الاضاءه، سمحوا لي بزاف. وشوفوا لي الشال ديال النمر، بالنسبه لهاد الشال هذا راه كيفاش نقول لكم البنات، مؤدب مؤدب هاد الشال هذا، ماشي ماشي زعما فيه ليزيستراس بزاف او لا، ممكن تلبسوه وتخرجوا به، ماشي ضروري ديال الحضور، فهمتوني. ليا شيلان ديال الكشخه، شوفوا ليا شيلان ديال النمر، شي حاجه رائعه غزاله. بالنسبه لهاد الشيلان هادو البنات راهم كيفاش نقول لكم، ما فيهمش هادو ليزيستراس بزاف، يعني ممكن ديريهم وتلبسيهم مع الرومي واستاذه كتقري او لا تحضري بهم، ما كاين حتى شي اشكال، ما معيقينش بزاف فيهم، غير هكا داكشي خفيف فنين. الماركة ديالهم حرير، شي حاجه غزاله. مرحبا بكم البنات اللي عجبتها شي حاجه، تواصل معايا الله يحفظكم يا ربي. جليلبات راهم في طور الانجاز راهم في طور الخدمه ان شاء الله، والله يدار لي فيها الخير. جليلبات فنين رقاق، خدمه فنه ان شاء الله. ما لقيتش شي شال مناسب لهذا اللوين هذا، والله يجيب التيسير للجميع يا ربي. وهذا الشيء اللي كاين ما تنساوش اختكم، شوفوا على تمارا تبارك الله كنضربوا، راه ماشي بالسهل. وعاد ما نوضي طيبي صبني نشري قبل الوليد، بدلي لاكوش وزيد وزيد وزيد، اللهم لك الحمد على كل حال. وهذا الشيء اللي كاين، احبكم في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، شكرا لكم بزاف.